بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير بتسأل ازاي نعمل استريهات يدوي. طبعا دلوقتي الدنيا اتقدمت كتير، فبقى استري يدوي ممكن يتعمل احسن على الكمبيوتر وتكلفته مش كتير، ومش لازم يكون عندك كمبيوتر، ممكن تعمله في معامل او وحدات كتير بتعمله. لكن المهم ان انت تاخد فكرة ازاي تعمل سري يدوي، حتى لو اضطريت ان انت تعمل حاجة تبقى فاهم الفكرة وتقدر تنفذها. فعشان كده انا بدي النهاردة مثال لازاي اعمل سري من الديكولتيه. صمبة ديكولتيه سهلة، ازاي بعمل لها السري بتاعها دي، ممكن تعملها في بايدك يعني من الجايز، مش صعبة. فأول حاجة زي ما انت شايف كده ان احنا بنيجي ناخد الاستامبة بنحطها، بنعمل علامة النص اللي هي من هنا لهنا، وبناخد عند اخر الديكولتيه بتاعنا خط عمودي عليها بالعرض. دي اول خطوة عشان نبقى عارفينها. نيجي بعد كده عملنا اهو ادي خط وخطين عمودي على الورقة، جبنا ورقة كرتون وعملنا الخطين واحد كده وواحد كده. نيجي بعديها بناخد نحط الاسطمبة بهذا الشكل 37 اهي، الخط العمودي مع العمودي اللي هو ده ماشي مع ده، وده عند الخط الافقي اللي هو ماشي هنا. دي الخطوة اللي بعديها. بعد كده بقيس العرض بتاع الاسطمبة من هنا لغاية هنا لغاية الاخر يعني، وببقى عارف العرض ده قد ايه. طبعا كل نمرة بيبقى لها عرض مختلف عن التاني، بس انا باخد ده شيشني عشان اخد يعني هنا بيقيس القالب اهو، والعرض بتاع الديكولتيه بتاعي هنا المحيط ده كامل يعني، فهو خد المحيط كامل. بوريك ان هنا كل نمرة وكل قالب بيختلف، مش شرط ان يكونوا ايه يعني، ممكن 37 بس القالب عالي، القالب واطي، الرجل نازلة كده يعني. طيب بعد ما حطهم كده بيبتدي ياخد الورقة اللي هي قدامه دي، الورقة دي اللي من هنا كده 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 كده، دي الورقة دي هو حاطط فيها علامة النمرة والنص نمرة والربع نمرة، يعني مدي ربع نمرة. النمرة طبعا 30 سنتي، فهو مقسمها سنتي 30 سنتي، ومدي نص نمرة ومدي ربع نمرة. بيجي عند الطول هنا بيدي الجزء بتاع الطول اللي هياخده اللي هو النص نمرة القداماني، او هياخده لو هو هنا مثلا تلت او تلتين مثلا، بياخد ده تلت الطول بيحطه هنا ويحط التلتين الناحية التانية وهكذا. فانت بتشوف نسبة التكبير بالنسبة للقطع اللي انت بتكبرها، اللي هي بتاع حتة الجسم اللي انت هتكبره اللي هو الديكولتيه مثلا من هنا لغاية هنا، ده بيمثل قد ايه من الطول الكلي؟ بيمثل التلت، بيمثل قد ايه التلت مثلا. يبقى انا هجيب التلت يعني مثلا حوالي 2.5 مللي وادي له طوله عشان ياخد طوله هو، تمام. وهو عامل ايه شرطة كده. وبعدين جينا من ورا من الخلف الباقي بقى بتاع النمرة، الباقي بتاع النمرة اللي هو مثلا تلتين، لو انا خدت قدام تلت بعلمه واعمل نقطة، ادي الفورت بتاعي اهو، القفل بتاعي اهو، واعمل خط نقطة كده برضو. وبعدين برجع بالاستامبة او بطلع بالاستامبة الاول على هنا، رجع اهو وخد الجزء اللي ورا خلاص، على بعد ما علم رجع وخد الجزء اللي ورا، والتاني بعد ما علم هياخد برضو الجزء ايه اللي قدام. ناقصني بقى ايه؟ الجناب. الجناب هنا العرض ده بيبقى ايه؟ من عند راس الكمارة لراس الكمارة بيبقى حوالي مثلا لو النمرة كاملة بيبقى حوالي تلت نمرة، يعني العرض كله بتاع القالب ما بين نمرة ونمرة لما هتقيسه، يعني مثلا هتقيس العرض من عند الكوند بيه مش من راس الكمارة، من عند راس الكمارة الكوند بيه مش من مش مطرح نهاية الديكولتيه بتاعك، لا العرض بتاع القالب من فوق اعلى ارتفاع فيه او من الكوندوبين مثلا وكده، هتلاقي ان هو بيزيد حوالي من نمرة لنمرة حسب القالب وحسب الحاجة تقريبا في حدود التلت
مثلا نمرة او احيانا ربع نمرة يعني. فبتعمل العلامة دي وتاخدها تحطها في الجنب اللي انت عايزه ده وتعمل خط صغير، والجنب التاني نفس الحكاية، على اساس ان انت ايه يبقى علمت الجناب اللي هو عند راس الكمال اللي هو اكبر عرض. طلعت بالاسطمبة شوية اللي قدام اللي هم يعادوا للتلت او كده، ورجعت شوية يعادل التلتين، ببتدي حرك الاسطمبة يمين وشمال قدام وورا، ووصل الخطوط الجانبية بين الحتة اللي قدام او الحتة اللي ورا. بعد ما رسمتهم باجي هنا، طبعا الديكولتيه خلاص انا اخدته في المكان الاساسي بتاعه من النص اهو، يعني هنا النص ده كده، وانا كنت مطلعه قدام شوية فاخد الطول بتاعه، وبعدين وصلت الجناب اديت البضاعة بتاعتها. ببتدي احرك الديكولتيه من جوه من هنا، انا خلاص اديت العرض بتاعي بره، احرك الديكولتيه بتاعي من هنا بحيث ان الفردة تبقى واخدة نفس القفلة بتاعتها من جوه، يبقى زيادة جت تحت والقفلة هنا ايه زي ما هي، فهو ماشي بيها كده وماشي للاخر بيها. بكده ابقى انا عملت النمرة اللي بعديها خطوة بخطوة كده بنكبر. المهم اني باخد بالي او الهدف من الموضوع ان انا لما اجي اكبر بكبر كل جزء حسب نسبته في طول الفردة، اذا كان هذا الجزء بيمثل في الطول تلت يبقى في الباقي بياخد تلت والباقي بياخد تلتين، كل قطعة بتاخد ايه النسبة بتاعتها في الطول بتاع الفردة. طيب العرض يهمني عرض القالب منين؟ من عند الكوندوبيوم من الحتة العالية باخدها عشان اوسع الاسطمبة من هنا، يعني او يعني يبقى ده النهاية بتاعت العرض بتاعي وانا بشتغل، وخدت طول قدام وخدت طول ورا، بحرك الاسطمبة لقدام والورا واوصل بين المنطقة الامامية وبين المنطقة الخلفية بتاعتها، فبتاخد زيادة بتاعتها. طبعا هي طريقة بتنجح في الديكولتيه وبتنجح في حاجات كتير قوي، لكن طبعا بيفضل دايما انك تعملها عند اي حد عنده كمبيوتر بيعملها بالسيريهات او مكنة سيريهات او مسطرة سيريهات، بيبقى اسهل طبعا وادق شوية. ليه؟ لان الطول غير العرض. انما دي فكرة يعني للي عايز ياخد فكرة عن ازاي يعمل السري بطريقة يدوية. شكرا، وارجو ان يكون يعني اضيف شيء يعني. شكرا جزيلا، اخوكم سلامة حمزة. ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة الفيديوهات، بنحاول نوصل معلومات الى حد ما تخدم وتفيد يعني ان شاء الله. شكرا، اخوكم سلامة حمزة.